عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 والجارية على مستوى عدة مؤسسات صحية في ولاية يارا تمست هذه المرة وحدات الحماية المدنية، حيث انطلقت العملية وكبداية تمت على مستوى مركز الحماية المدنية بتلقيح 40 عون بلقاح استرازينيكا، حيث جرت العملية في ظروف حصرة دون تسجيل أي مضاعفات تذكر، مع تسجيل توصلها لتشمل عدة هيئات ومؤسسات أخرى في القريب العاجل. تغطية كانت لمراسلة ديار بداوتا. أعوان المعنيين بهذه العملية تنقلوا إلى الوحدة الرئيسية وطبيعة الحال تحت إشراف لجنة يعني مكافحة انتشار وباء كورونا. العملية ستكون يعني ستتواصل طيلة هذه الأيام، كل ما تلقاوا يعني جرعات فالأعوان المعنيين راح يتنقلوا للوحدة، ولكل حال العملية مرت في ظروف جد وحسنة. الحمد لله فات في ظروف حسنة، ومن هذا المنبر أطلب من جميع الناس اللي كان اللي باش يجوا يديروا هذا اللقاح لأنه ما فيش أعراض. الحمد لله أنا تلقيته وراني الحمد لله يا ربي. قمنا اليوم بعملية تلقيح في وحدة الحماية المدنية من لقاح ضد كوفيد 19 من مخابر أسترازينيكا، وقمنا بتلقيح 40 عون من الحماية المدنية. الناس ما لازمش تخاف ولا يقول لك احنا كاع تلقحنا، احنا حتى على المستوى الصحي يعني كمدير الصحه مدير المؤسسه من مختلف يعني فني اطباء، وكذلك يعني الحاجه اللي نبقاو نلح عليها هي دائما احترام الشروط الصحيه.